بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في اسم الجلدية مع أول أونلاين ليكتشر على الراوند ده. المحاضرة الأولانية بتاعتنا دايما بنبتديها بالبيزكس اوف ذا سكين أو بيزكس اند درماتولوجي. بنحاول مع بعض نتعرف على مفاتيح البرانش بتاعنا. بنبدأ بالستراكشر and function of the skin، وبعد كده بنروح لأهم حتة في الجلدية ككل. أي حد هيتخصص جلدية أو مش هياخد جلدية، أو حتى بالنسبة لنا في المرحلة اللي احنا فيها اللي هي دي الهير فوليكل ودي السيبيشس جلاند اللي هي حواليها، عشان كده بسموها بايلو سيبيشس جلاندز. ودي الكويلز دي اسمها سويت جلاندز، والاحمر دي الكابيلير اللي هي بتغذي الجلد، والازرق دي طبعا الفينز، ودي الماسلز اللي موجوده. كل دي موجوده في الدرمس، وتحت الدرمس بقى بيبقى في اللي هي الطبقه المسفره دي السبكوتينوس تشو. طيب هل ده حاجه مهمه بالنسبه لنا؟ اه مهمه، درجة أهميتها مش هتبقى بنفس قصة البرايمري سكين ليجنز احنا هنجيلها، لكن في بعض الأمراض بالذات الناس اللي هتتخصص قدام بتبقى مهمة أوي يعرف ايه التغيرات اللي بتحصل في الإبيدرمس وايه التغيرات اللي بتحصل في الدرمس. بالإضافة على مرحلة على مستوى مرحلة البكالوريوس أو سنة خمسة اللي احنا فيها دلوقتي، بيبقى مطلوب مننا نعرف بعض الهيستوباثولوجي بتاع بعض الامراض زي السورايسس زي اللايكن بلانس زي دي. اللي هي الثلاث حاجات دول بعض الاساتذه وبعض الزملاء بيبقوا يسالوا. المفروض بنعرف الحاجات دي عشان التغيرات بتاع المرض ده، مثلا ممكن تبقى انكلودنج الابيدرمز وفي كذا وكذا، او انكلودنج الدرمز وفي حاجات دي. فالثلاث حاجات دول او ثلاث امراض دول بيبقوا محل الايه لبعض الاسئله من بعض الزملاء الاساتذه. طيب ده كده خلصنا الاستراكشر اوف ذا سكين. بالنسبه بقى للفانكشنز اوف ذا سكين، السكين زي ما احنا عارفين هو الموست او اللارجست اورجان اون ذا بودي، لان هو بين كفر اول ذا بودي سيلفز. هو له حاجات فانكشنز كلنا يمكن نعرفها حتى من غير ما ناخد الدراسه بتاعتها. منتين الهيموستيزيس بيبروتكت الاندرلاينج تيشوز اند اورجانز، واحدة من أهم الوظائف اللي هو بيبروتكت البودي فروم ذا الترا فايلوت سان ريز اللي هي المؤذية. الفيزيكال ابيرنس طبعا دي حاجة أساسية عند الناس كلها، له دور مهم في الووند ريبير. والسنسيشن طبعا هو المسؤول عنها نتيجة النيرف اندنجز اللي موجودة، النيرف ستراكشرز الموجودة في الدرمس. يعني هنا بنديلك مثال ان الامبروكن سكين بريفنت الانترنس اوف مايكرو اورجانيزم، وبالتالي هو يمثل حائط الدفاع وحائط الصد الاهلي ضد الايه الانفكشنز وضد الغزو الخارجي للجلد. نيجي بقى لاهم حاجه في درس النهارده هي البرايمري سكين ليجنز. يعني ايه برايمري سكين ليجن؟ يعني المريض بيجي والله يشتكي يقول انا عندي مثلا المرض الفلاني. هو مش هيجي يقول لك انا عندي المرض لو ما عارف التشخيص، ولا كان هيجي يقول الكومبلين عندي مثلا اتشنج، انا عندي هرش جامد حساسيه جالي من امبارح، عندي الليجنز دي بقى لها مثلا 3 4 اشهر، بقى لها 3 4 سنين بتروح وتيجي. ايا كان الكومبلينت بتاعته بندور اول ما نيجي نتعامل مع مريض الجلديه هنعمل ايه. هل هنعمل زي ما هو الفكرة القائمة عند معظم الناس عن الدكتور الجلدي على طول بيقوم جايب البيشنت تقول له تعالى وريني؟ لا، هي دي في رونج ايديا اباوت اكزامينيشن ان درماتولوجي. لا، العيان في كل فروع الطب لازم تاخد منه هيستوري الاول. يعني بناخد والله انت السيمتوم بتاعتك ايه، كومبلينت ايه، هيقول لك اصلا اتشنج كويس، هتقول ده اكيوت ولا كرونيك. بعد طبعا ما تعرف عليه وتبقى ودي ولطيف معاه هتبدا تقول له والله طب دي اكيوت
طيب في حد غيرك مثلا بيهرش في البيت على اساس ممكن يكون سكيمز؟ يعني انا باخد السيمتومز وباخد الانكوبيشن بتاعته، لان بعض الامراض الجلديه مرتبطه بالانكوبيشن. باخد الريزيدنس لان بعض الامراض الجلديه عندنا حاجه اسمها ليشمانيا مثلا، دي بتبقى ريليتد ل ريزيدنس معين، بعض الاماكن معينه ليبرسي، وبيبقى موجود او منتشر في اماكن اكتر من اماكن تانية. وبالتالي هنا انا لازم اخد كويس قوي هيستوري كامل، لانه بيديني فكرة مبدئية عن احنا قبل ما اكشف العيان وقبل ما اعمل له اكزامينيشن، يا ترى البيشنت مين كومبلينت بتاعه ايه، و هيساعدني كجزء من التشخيص. يعني مثلا عندنا حاجة في الجلد اسمها دراج رابشن، ما انا ممكن الهيستوري بتاعي لما افكر في ان ده maybe a case of drug corruption، لازم هنا هيستوري هيفرق معايا جدا، وهكذا على حسب الاوكيوبيشن، على حسب الريزيدنس. واحد مثلا عنده حاجه اسمها كونتاكت ديرماتايتس من الاحتكاك بالاسمنت، الناس اللي هي شغاله في الاسمنت وكده والبنى، ما عنده الاكزما. الاكزما دي عباره عن ايه؟ الاكزما دي عباره عن نوع من انواع الكونتاكت. هقدر اعرفها ازاي؟ هيساعدني في التشخيص ولا مش هيساعد؟ كده بيساعد، لان والله حضرتك بتشتغل ايه؟ ولا انا بشتغل بنا، بشتغل كذا. طب ايديك ورجلك في الاسمنت؟ الله، اهو خلاص الاقي السايد ده وجاي بالشكل الفلاني اللي هو احنا بنقول عليه، يبقى ده انا معايا ايه؟ A good point ان انا اخد فكره مبدئيه عن تشخيص المرض بتاعي. فبليز دونت مس هيستوري. طب بعد كده بعمل له، هبدأ اعمل اكزامينيشن. الاكزامينيشن بيتكون من نقطتين، النقطة الأولانية primary lesions، ايه primary lesion اللي هنجي بيها، وبعد كده ايه distribution. primary lesion means أول حاجة جت للعيان خلته يروح يكشف جلديا قبل ما يحصل عليها أي تغييرات، أو قبل ما يحصل عليها أي treatment من أي حد خالص. بنشوف البرايمري ليجن، الحاجه اللي اول ما جالك. يعني انا مثلا بنشوف نقول له، يقول لي الحته دي الاقي مثلا مجروحه ومتقشره، ان انجلش فيها اكسكوريشنز، فنقول له لا قبل ما يبقى مجروحه كده كانت جايه شكلها ايه؟ يقول لي اه كانت شكل الحته التانيه دي، نفهم ان الحته التانيه هي دي البرايمري ليجن. فالبرايمري ليجن هنا مهم جدا، لان كل ديزيز عندنا في الجلد له برايمري ليجن. هنبدأ نقسمهم لـ two types of primary lesion، وده مجال مهم جدا للأسئلة في الامتحانات الشفوي بتاعتنا. ايه الـ primary lesion؟ ايه الـ diseases؟ اديني examples للـ diseases واديني أنواع للـ primary lesion. العنوانين الكبار في الأنواع إن في specific primary lesion وفي non specific primary lesion. specific يعني ايه؟ يعني بتيجي في أمراض معينة. هذا البرايمري ليجن لا يتكرر في مرض اخر. نون سبيسيفيك، نفس النوع ده ممكن يبقى موجود في المرض ده والمرض ده والمرض ده، اكتر من مرض ممكن يبقى فيه. هنبدا بالسبيسيفيك ليجنز، ومن اشهر الامثله بتاعتهم الويل. الويل ده عباره عن سبرايمري ليجن اوف ارتكاريا، موجود في مرض جلدي تاني؟ لا، ده سبيسيفيك للارتكاريا. لما اشوف الليجن دي عباره عن الريسيمتس اديمتس اليفيشن اوف ذا سكين، يبقى دي الارتكاريا على طول، يبقى ده الهويل اللي هو البرايمري ليجن اوف ارتكاريا. فانا لما اجي اسالك مثلا في اخر السنه، انا اقول لحضرتك تعرف سمعت عن حاجه اسمها الويل؟ هتقول لي اه. اقول لك طب وصفها لي لو سمحت، هتقول لي دي ريسيمتس اديمتس ايفانسنت اليفيشن اوف ذا سكين. طيب هي برايمري ليجن اوف ايه؟ اوف ارتكاريا. هو في عندنا حاجه في الجلد تاني بتيجي بالهويل؟ تقول لي لا، this is one of the specific primary lesions in dermatology. تاني مثال، النقط السودا دي، النقط السودا دي اسمها كوميدون. ده عيان عنده اكني وعنده حاجه اسمها بلاك هيد. عندنا الكوميدونز دول في تو تايبس، اوبن وكلوزد، في وايت هيد و بلاك هيد زي اللي انا بشاور عليها دي، والوايت هيد زي دي كده او زي دي، ودول كلهم بلاك هيدز، يبقى دي اسمهم تو تايبس اوف كوم. طب دول بيجوا في حاجه غير الاكني فالجارس؟ لا، لو ما لقيتش دول يبقى العيان ده مش عنده اكني.
لان البرايمري ليجن هي مفتاح الاساس للتشخيص. ف الكومدونز ار نوت بريزنت ان اني ديزيز اذر ذان الاكني، عشان كده بنسميها ايه؟ بنسميها وان اوف ذا سبيسيفيك برايمري ليجن. يبقى ده تاني نوع، النوع الاولاني عشان ما ننساش الهويل بتاع الارتكانيا، نوع تاني كومدون. نوع تالت، مثال تالت مشهور جدا ومن اهم الامراض الجلديه عندنا، السكيبز سكراتش لاين، اهو اس شيد لاين في الجلد، اس شيد لاين ولو هنا كده فيزيكال ات ذا اند، لكن لينير لاين ده اسمه بارو. بارو از ذا سبيسيفيك برايمري ليجن اوف سكيبز. مفيش مرض تاني عندنا في الجلد بيجي بالبارو ده غير السكيبس. هو التالي لو لقيته يبقى انا في الحالة دي بقول والله ده انا عندي ايه، الدياجنوزيس بتاعي از سكيبس. يبقى ده مثال اخر لامثلة السبيسيفيك ليجن. طب النون سبيسيفيك ليجنز بقى ناخد عليهم امثلة كتيرة جدا. ده بابيول لونه يلوش بابيول، وده بابيول لونه ريدش. ايه اللي قبل ما اسالك اقول لك ده بتاع المرض ايه او مرض ايه، لازم اقول لك يعني الحاجه المطلوبه منك في البرايمري ليجن. مطلوب منك في البرايمري ليجن تعرف وصف البرايمري ليجن، زي ما مثلا قلنا الارتكاريا ريسامتس ادمتس اليفيشن. البارو عباره عن لينير لاين اس شيبد لاين اون ذا سكين، ده بتاع البابيول. تعرف انه تعريفه اللي هو ايه، تعريفه سوليد اليفيشن اوف ذا سكين ليس ذان هاف سنتيمتر، اقل من نص سنتي. امثلته كتيره جدا، اشهر امثله له هي اللايكن بلانس والسورايس. طيب بفرق بين اللايكن بلانس والسورايس ازاي؟ ما هم دول نون سبيسيفيك، ودي مثلا حاجه اسمها زنسوما، حاجه كده تانية، مرض مش علينا احنا في مرحله سنه خمسة، لكن علينا بعد كده للناس اللي هتاخد ان شاء الله تخصص الجلديه. يبقى الاول نعرف بابيول، هتقول لي سوليد اليفيشن اوف ذا سكين ليس ذان هاف سنتيمتر. اديني اكزامبلز لو سمحت. اشهر مثالين ايه؟ اللايكن بلانس، سورايسس، الورتس. دول بنفرق بابيول بتاع السورايسس عن بابيول بتاع الورت عن بابيول بتاع اللايكن بلانس مثلا بكاركترز البابيول. يعني مثلا السورايسس البابيول لونه سالمون بينك، لونه احمر، covered by silver scales، عليه قشور بيضة كده. لما الاقي الشكل ده اقول اه والله ده البابيول بتاع السورايسس. امال البابيول بتاع اللايكن بلانس لونه ايه؟ ده لونه فايلوت وعليه وايتش ادهرنت سكيلز، يبقى ده شكل مختلف لكن والوصف واحد اللي هو solid elevation of the skin less than half سنتيمتر. يبقى ده سواء في السورايسس او في اللايكن، لكن تفاصيل البابيول هي اللي بتختلف من مرض لمرض. البابيولز دي ممكن تكواليز مع بعضها وتديني حاجه اسمها بليك اللي هو سيركمسكرايبد سوليد اليفيشن اوف ذا سكين، بس ده ايه بقى كبير، هو اكتر من 2 سنتي. دي حاجه اسمها لايكنيفايد بليك، بليك كبير. هل لازم البليك يطلع بابيول وبعد كده يكواليز؟ مش شرط، ممكن يطلع فروم ذا ستارت، المهم يبقى هو في نفس الكاركتر سوليد اليفيشن اوف ذا سكين مور ذان هاف سنتيمتر، مور ذان 2 سنتيمتر، و ممكن يبقى موجود في حاجات اكتر من مرض، زي مثلا ده لايك انفات بليك اوف كرونيك اكزما. في عندي بليك بتاع دي لي، عندي السورايسز اللي كنا بنقول عليه حالا لا بابيول. البابيولز دي ممكن تتجمع وتديني بليك اوف سورايسز، وهكذا يبقى البليك موجود في مرزع. طيب عندي هنا حاجه اسمها ماكيول وحاجه اسمها باتش. الماكيول ده
تعريفه زي ما اتفقنا، تعريفه ايه؟ non elevated change in the color of the skin، يعني بسوى الجلد but less than half centimeter، لا يبقى more than half centimeter او عادة بيبقى اكبر من 1 سنتي بنسميه باتش. يبقى الفرق بين الباتش والماكولا هو فرق السايز اونلي. اشهر امثله له التينيا فيرسكالر والفيتيلايجو. بليز لو اتسالت لازم تبقى حاطط في دماغك انت تديني اكزامبل لكل برايمري سكين ليجن. موجود في ميني ديزيز زي بتريز الروزيه، زي التينيا سيرسانتا، زي حاجات كتيره، من اشهرهم الفيتيلايجو اللي هو البهاء بالعربي، و التينيا فيرسكالر اللي هي التينيا المنوعه اللي هي دي. نوديول برضو circumscribed solid elevation of the skin زيه زي البابيول، لكن ده larger more than 1 سنتيمتر and deeply infiltrating the dermis. انتوا فاكرين قلنا في الدرمز ان له طبقتين، superficial dermis او papillary dermis، واللايرز الثانيه reticular dermis. ده بيبقى واخد السوبرفيشال واكستندنج كمان انتو ذا deep layer اللي هي reticular dermis. لو اتسالنا على النجيول، اشهر مثالين للنجيول عندي البروموتاس ليبروسي واللوبس فالجاريس. حطهم في دماغك كده، ما تنساش الاثنين دول. كل مرض كده عرف له اثنين او ثلاثه، وبعدين وانت بتراجع الامراض وانت بتذاكر بقى درس الدرس ما تنساش ابدا تاخد بالك. والله ايه ده، انا جيت خدت مثلا درس البكتيريا سكين انفكشن فيه امباتايجو، طب يا ترى الامباتايجو ده بيجي بايه؟ برايمري ليجن، والله ده فيزيكال. طب خدت درس الهربس الفيرال انفكشن من ضمنه الهربس زوستر والهربس سيمبل، طب برايمري ليجن ايه؟ فيزيكال. طب خدت السورايز ده برايمري ليجن، لسه بابيول اللي احنا قايلين عليه، وهكذا. دي فيزيكال زي اقل من نص سنتي، ولما بتكبر بتبقى عن كده اللي هي اكتر من نص سنتي بتبقى بله، وعاده برضه بتبقى اكتر من 1 سنتي. اشهر امثله للفيزيكلز والبولي دي لارج تنس بولي اكتر من 1 سنتي اهو زي ما احنا شايفين، والصغيره دي فيزيكال والكبيره دي هي البولي والصغير ده فيزيكال. ده مرض مش عليكو اسمه بولس بنفجويد، مش شغلانتنا ده. لكن انا لما اجي اسالك هتيجي تقول لي والله اشهر امثله للفيزيكالز، او اديني امثله للفيزيكال تقول لي الهيماتايجو، هربس سيمبلكس، هربس زوستر، دول اشهر امثله للفيزيكالز. والبولي عندنا عندي برايمري ليجن باستيول. الباستيول ده في هنا تكه معينه، الباستيول ماي بريزنت از برايمري ليجن زي ده، حاجه اسمها فوليكولايتس، التهاب في بصيلات الشعر، وعامل اللون الاصفر ده اللي بنسميه دمامل سطحيه بالعربي. انما هنا ده باستيول. يبقى الباستيول عباره عن ايه؟ اليفيشن اوف ذا سكين زيه زي البابيول. بس امال ايه الفرق بقى؟ البابيول سوليد من ماده الجلد، والباستيول مش سوليد. الباستيول عباره عن فيلد ويز ايه هنا؟ فيلد ويز باس. امال الفيزيكلز والبولي كانت فيلد ويز ايه؟ ويز سيروس فلويد او هيموراجيك فلويد، برضو عادي تبقى فيزيكال. يبقى اي تايب اوف فلويد بنسميه فيزيكال او بولي اكوردنج لحجمها. لو الحاجه اللي عاليه يعني الجلد دي اللي هي elevation of the skin، ولكن filled with pustules، يبقى هنا في الحاله دي اسمها ايه؟ باستيول. يبقى filled with بس يبقى باستيول. بنقول ايه التكه اللي هنا؟ ان الباستيول may present as primary زي هنا الفلوكولايتس دي، ممكن secondary. يعني ايه secondary؟ ما هو نفس الباستيول بس ما يبقاش برايمري. ازاي؟ يعني انا عندي مثلا مرض زي الهربس سيمبلكس، البرايمري ليجن بتاعه اسمه فيزيكال، بس ده فيرال انفكشن، يحصل له عليه سكندري بكتيريال انفكشن يعمل لي باستيول. في الحاله دي الباستيول از نوت ذا برايمري ليجن اوف هربس. يبقى في الحاله دي الباستيول بقت ايه؟ بقت سكندري ليجن نوت برايمري ليجن، مش هي اللي العيان كان جاي بيها. مش هو المرض اول ما جه يجيب باستيول، لا، اول ما جه يجيب فيزيكال قلبت لباستيول بقى سكندري انفكشن. سكندري انفكشن هي اللي خلتها باستيول، وبالتالي ما تبقاش برايمري، هتبقى هنا في الحاله دي سكندري. برضو عندنا من اشهر الامثله في الباستيول لو اتسال نوع من انواع السرايسز اسمه باستر سرايسز.
طب ازاي مش انا لسه قايل حالا ان المين ان البرايمري ليجن اوف سايز بابيول؟ اه بس في فاريانت انيوجوال او انكومون فاريانت اوف سورايسز اسمه باستر سورايسز برايمري يبقى فيه باستيول. هنا سكيلز دي السكيل هنا ده مثال ده عيان عنده سورايسز ده السالمون بينك كلر اللي قلنا عليه وده البابيول اهوت لوحده وده لارج بليك بس كفرد باي سيلفر سكيل. السكيل دي برايمري ليجن جزء من البرايمري ليجن بتاع السورايسز لكن اشهر مثال للسكيل عندنا السبريك درماتيس قشر الشعر ما تنساهوش كبرايمري ليجن. سكندري ليجن بقى ان العيان ما جاش بيها من الاول كان عنده حاجه وبقت بالشكل ده. اشهر مثال ده طفل صغير عنده حاجه اسمها امبتايجو هناخده بعد كده في درس البكتيريال سكين انفكشن. بكتيريال سكين انفكشن بتعمل لي نوع من انواع الامبتايجو اسمه بولس امبتايجو. الليجن بتاعته البرايم ليجن بتبقى بوله اللي هي الكبيره دي قلنا بيبقى فيها ايه البوله تعرفها elevation of the skin حتة عالية عن الجلد filled with fluid mostly بيبقى serous fluid لكن ايا كان nature of the fluid except لو بص هتبقى بسطيول. هنا هيبقى ايه القصة بقى؟ القصة هنا هتبقى ان بعد ما اللي جوه ده الفلويد اللي جوه بدأ ينشف بدأ يعمل لي حاجة اسمها كراست. كراست ده اللي هي القشرة غير قشر الشعر، قشر الشعر البرايمري. انما ده بنسميه درايد اكزودات. يعني العيان كان عنده قشر في الشعر بتاعه فده برايمري ليجن. انما هنا العيان كان عنده برايمري ليجن فيزيكال. الفيزيكال دي لما بتنشف بنسميها درايد اكزودات بتعمل لي كراست. فيبقى هنا كده سميناها سكندري. هنا عيان بيهرش عنده سيفير اتشنج. عمل سكراتشز كتيرة في الجلد. السكراتشز دي مسميها اكزوكريشن مش هي البرايمري ليجن. انا كان عنده اصلا برو كان عنده سكيبز بس حصل له سكندري اتشنج جامد جدا. سكندري ليجن بدأت تظهر فعمل له حاجة اسمها اكزوكريشن. ساعات يحصل حاجة تانية اسمها اروجن بنت عامل اكزوكريشن. دي غالبا ما بتبقاش انديوز بتبقى طالعة لوحدها. عندنا ناخدها في درس الفانجل انفكشن حاجه اسمها اوروجيو انتر ديجيتاليز. اوروجيو يعني اروجن انتر ديجيتاليز بتوين الفينجرز بين الصوابع نوع من انواع الكانديدا اسمه اوروجيو انتر ديجيتاليز. بيبقى الاوروجن مش برايمري. البرايمري ليجن بيبقى ريسنتس باتش ويبدا يحصل عليها سيفير انفلاميشن تخلي الجلد يتاكل بس سوبرفيشال مش واخده الا الابيديرمس بس واخد الابر لايرز اوف ابيديرمس لانه لو دخل الديرمس وخد الابيديرمس كله هيبقى اسمه ألسر. طيب هنا في حاجه اسمها لينير كات جلد مشقوق بنسميها فيشر. دي بتيجي كتير قوي في العين اللي عندهم اكزما من الدراينس الجامد زي مثلا ستات البيوت زي الناس اللي بيشتغلوا في شغل في الاسمنت والحاجات دي بتحصل لهم اكزما سيفير دراينس يعمل لينير كاتس ان ذا سكين من غير ما تاخد الايه الدرمس تبقى برضو ايبيدرمال. هنا بقى هي ده هنا ألسر كبرت خالص فهنا بدأت تبقى واخده الايبيدرمس واخده الدرمس عشان كده ديب واضح ان في الديزيز ده عند العيان ده حاجه اسمها ستيزس ديرماتيتس ودي سكندري ألسرز معاه بيبقى ديب ليجنز. كده ان شاء الله نكون خلصنا درس مهم جدا. اكرر عليكم تاني برايمري ليجن حاجه اساسيه جدا بالنسبه لنا في علم الجلديه سواء على المستوى الكلينيكال او على مستوى الامتحانات. وانت بتعرف البرايمري والسكندري ليجن بليز اعرف تعرفهم اعرف امثله ليهم. وانت بتذاكر كل الدروس دايما خد بالك ده المرض ده بيجي بايه البرايمري ليجن. سعدنا جدا باللقاء السريع معاكم ويا رب دايما موفقين ونشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.